وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، مرحبا، كيف حالك؟ طيب، تفضل. الله يبارك فيك. طيبون إن شاء الله. الحمد لله، في نعمة الحمد لله. أمورك طيبة إن شاء الله الله. يجزيك خير، الحمد لله. مشتاق لك يا شيخ. بارك الله فيك، حبك الله، الله أحسن عليك. أحسن عليك. لله. أحبك الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الحمد لله. بارك الله فيك، كيف حالك؟ الحمد لله، عندي تطورات مذهلة يا شيخ. طيب تفضل، احكي لي شو بعد ما سافرت. أنا جيتك يمكن كلام هذا قبل سنتين. طيب. شخصني ذاك اليوم، قلت لي اجزم ان عندك مس، وطلع كلامك مزبوط الحمد لله. هذا متى جاء؟ جاء لاحقا. نعم. انا كنت اسمع الرقيه اللي سجلناها انا وياك هنا. نعم. رقيه الاخضر واليابس. نعم. العين الحاره، العين الحارة اللي كانت في مركز الولفه. احسنت. اتذكرها. ما تتنسي. وكنت لاول مره تتحرك فيها. احسنت. تخيل في المنام صرعت بها. نعم. لثواني الجان اللي فيه يتكلم هذا في الحلم. نعم. وكان في البداية يستهزئ. نعم. فما لبث إلا أن إيش صرخ. نعم. قام يبكي. نعم. وفصحيت من النوم. نعم. أنا دايم أسمع رقياك بالهاتفون وأنام عليها، وفضل من الله أرتاح فيها. انا اكلمك دحين وانا متوتر وخايف ترى. انا درت جلسه عند الاخ عبد الرحمن. نعم نعم. ما كنت خايف زي كذا، سبحان الله. كنت بكل اريحيه اتكلم. انت تذكر ذاك اليوم كنت تقول لي انت لساك عندك تحتاج علاج. انا اتذكر كل شيء بالتفصيل. معانا مرت سنتين. احسنت، كانها اليوم. لكن أراك حلقت شعرك. نعم نعم، أحسنت. أنا كرهت، يعني أتذكرك. أنا كرهت كل شيء يا شيخ. نعم. لا تشرع علي. جاني ضيق في حياتي. نعم. شعري تحول من اللون الأسود للون الأبيض. نعم. كذا عرفت كيف؟ يعني أي شيء أبغاه أكرهه. نعم. أشتري ملابس أحبها، اليوم الثاني أكرهها ما أبغى ألبسها. كل شيء. ترى رقيتك هذه سبحان الله انتفع بها خلق كثير. أحسنت. وأثرت في ناس ما كانوا يظنون أنهم عندهم إصابة قوية. أحسنت. تدري ليش؟ لأنك أنت جيت على الجرح. أي نعم، سبحان الله. نعم. أنت جيت يعني فضل من الله. الحمد يعني لله، اللهم لك الحمد. وأنت بأسلوبك، بخبرتك، ما شاء الله، بفطنتك، أنت قدرت تتبع معي، صبرت. لأن شوف، أنا بقول لك في أشياء حدثت لي يمكن ما تتوقعها. تخيل اللي فيني وأنا يمكن في الصف الثالث الابتدائي، عين خبيثة للأسف الشديد، من معلميني، من أقرب الناس لي. تخيل طفل عمره يمكن 8 سنوات يصاب بالشيء هذا، وأنا كنت أفكر أن الوضع سليم والوضع عادي. ما دريت أني أنا أحمل أثقال على ظهري، على صدري، في حياتي كلها. والله العظيم يا شيخ، أني كنت أتكلم مع الناس، الناس ما تفهمني، تقول لي أنت 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 تكذب، أنت تهذي، أنت تقول شيء تستعطف الناس. أنا أقول ما أستعطف الناس، هذا وضعي، هذا حالتي. أصحابي اليوم معاي ممتازين، اليوم الثاني ما حد يرد علي السلام، ما حد يكلمني. تجيني مشاكل كما سميناها، جاءت على الأخضر واليابس. أحسنت. يعني أنا بيني وبين أمي مودة، أحبها، أحبها من جوا، من أعماق قلبي. أنا كل ما أجي أسمع أمي تقول لي يعني ليش تبعد عني؟ ليش تكرهني؟ أقول له أنا أحبك يا أمي. تقول لي أنت تكرهني. أقول له من قال لك أنا أكرهك؟ أنا أحبك، أنا أبوس التراب اللي تحت رجولك. يعني كل ما أتوددها تقول لي لا، أنت ما سويت شيء، أنت ما تفعل شيء، أنت ما تحبني، أنت تكرهني، أنت ما أدري. لدرجة أني صرت ما عاد في ثقة، مهما أسوي ما يبان. وهذا الإحساس الذي تشعر به الأم في الغالب يشعر به كل الناس اللي تتعاملهم. أحسنت. يقول انت متكبر، انت متعجرف، انت انسان يعني تحب اي شيء بسرعه تاخذه تناله، انت انسان ذكي، ليش 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 تواصل دراستك، ليش تواصل تعليمك؟ اقول انا احب التعليم، انت مش دخلكم يعني. لا، يقول انت انسان تبغى تسيطر على كل شيء. في التعليم يعلم الله اني اجاهد عشان احسن من درجاتي، رغم اني انا مستواي يعني فهميا وذكائيا كويس، بس في شيء يخليني مكبلني. يعني تخرجت الحمد لله. أنا تخرجت من أول، بس تخيل أكمل الماجستير. نعم. ذهب
هربت إلى أمريكا. نعم شو. جتني عقدة نفسية من أمريكا، كرهت أمريكا، رجعت السعودية. والناس ما تفهم هذا. الناس ما تفهم. الناس مو تلعب. نعم. تلعب وتهدي وتمرح وتأخذ الدنيا أنت. حتى أمي تقول لي أنت ما تبغى تجلس عندي، تبغى تتمشى. وكنت ذهب عند معالجين في السعودية. ذهبت عند معالجين في السعودية. نعم ذهبت عند معالجين صار ما بيني بينهم ثقة. يقول لي أنت ما فيك شيء. في بعضهم يقول أنت عندك عين، وفي بعضهم يقول يعني ما يتابع معي، يطفش. حتى هو تخيل الشيوخ يملون. في ناس أتواصل معهم لدرجة إنه خلاص بجي أدير معه جلسة يصدع عني، يقول لي أنا مشغول. أظن أنا مريت عندي جلستين. أحسنت. جلستين. والجلسة الثانية قبل أن أبدأ أكدنا بنينا على ما وصلناه في الجلسة الأولى. فكانت الرقية هذه دقيقة. فكانت الرقية هذه قوية، أكدنا على العين لأن بينها هي المفتاح. فقلت لي أول مرة يعني يتأثر الجسد. نعم كل هذا مسموع في المقطع. نعم أتذكر. قطعت يدي لا شعوريا كذا. نعم. يعني كان في سهام كانت تطلع منه. نعم. أنا فيني تخيل الشيخ من تابعت كان معي الزيت، تذكر الزيت كنت تقول لي خذه. نعم. أقول لك أنا ما أبغاه يسبب لي وجع. نعم. تقول لي تنصحني يا ابني خذه ينفعك. أقول لك لا أنا ما أبغاه. وبعدين في الأخير اقتنعت وخدت الزيت هذا. لما خدت الزيت ورقي ومسحت بجسمي كاملا حتى كل شيء بجسمي، واسمع الهاتفون وأقرأ القرآن. وذاك اليوم حصل معي موقف رهيب، يمكن تقريبا يوم ربوع، كأني شيء يدور في جسدي حلقة، يعني كأنه في حلقة مفرغة، يذهب يروح يجي كأنه في شيء يبغى يخرج ما هو عارف. يتفلت. يحب يتركز في المواضيع ولكن ما يستطيع الاستقرار. أحسنت هذا الوصف اللي أنا كنت أبحث عنه. نعم. كنت وجاني في الحلم كان يتوسل لي يقول لي لا تسوي زيت أنا بأخرج. نعم. كنت تقول لي لا تصدق. دقيقة. نعم. لا تصدق ترى الشيطان استمر. وأنا كنت أقول الشيخ ممكن يقول ممكن يبالغ في الكلام هذا، يمكن يعني لا أنا ما فيني شيء. ويوهمني في نفس الوقت أنت ما فيك شيء، أنت تضيع وقتك عند الشيخ. يجيني بإحباط نفسي كوابيس. نعم. تخيل الثعبان الأسود. نعم. اللي قلت لك عليه. الثعبان الأسود مو الثعبان اللي المخيف هذاك، الثعبان شكله عندنا مسمينها الأسود زي الأصلة، شفت الأصلة؟ ما أعرفها. هو ما هو ثعبان مخيف. نعم. ولكن هو أسود لقصته سامة، هذه والقبر. نعم. هذا اللي عندي أنا. ودائما يتكرر حتى أشوفه مع والدي في المنام. في المنام. تخيل في أمريكا طلع لي فجأة، جاني حقيقة في اليقظة. قسم بالله جاني حقيقة في اليقظة. ونفسه هو نفسه. والله العظيم يا شيخ كان متجه لي. كان عندي زوجتي أول ما شافته قالت لي في أمريكية، قالت لي سنيك سنيك. استيقظ وقفت. أول ما صحيت رفعت رأسي، كان كنت أسمع القرآن، رفعت رأسي فإذا بك أن ينظر إلي ورفع رأسه كذا واختفى. لا ما اختفى، نفس أسلوب اللي يجيني في الحلم. دقيقة. نفس أسلوب اللي يجيني في الحلم بأسلوب التكبر والعنجهية. يمشي كأنه كذا، عرفت كيف؟ نعم. متكبر وعنجهي. فأول شيء تذكرت كلامك اللي كنت تقول لي لا تقتل داب في البيت. نعم. إلا بعد ما تشعر. نعم. يعني تحرج عليه. تحرج عليه وحرجت عليك. أحرج عليك إنك إيش تنصرف من غير أذية. نعم. وإن لم تنصرف أحذرك إن سوف يوقع كذا وكذا. نعم. تلقائي كان معي كيس مشتري فيه هدايا لأبنائي، دخل في الكيس يبغى ينصرف، يعني زي اللي يقول أنا عرفتك وأنت عرفتني خلاص انتهينا من كذا، أنا بدخل في الكيس وأنت خرجني بطريقتك. أخذت لي عصا طويلة أخذتها ورميته برا. حقيقة. قسم بالله. يقظة. يقظة. في أمريكا. نعم. في أمريكا إيه. نعم. هذا حاولت أصوره. طيب وهذا المكان ما في حياة؟ البيت بيت. بيت عادي جميل نقي كذا خلاص. جميل ما في شيء. نعم. خلاص. حتى أهل البيت يقولوا له عمرنا ما قتها. هي خلاص فقط. فهمت أنا فاهم. كيف دخل؟ كل شيء مقفل كيف دخل؟ نعم فاهم. وكنت أقرأ قرآن أقرأ قرآن أقرأ قرآن، بعدها استمريت في قراءة القرآن. إذا يطلع لي الدبابير تهاجمني، بس أنا في كرسي النوم، ما تدخل الكرسي النوم، حوالي كرسي النوم، حوالي كرسي النوم، أطالع فيها. دقيقة دقيقة، أنا أبغي أطالع فيها، أبغاها تنصرف، كأنها ما تطالع في زوجتي، تطالع فيني، كأنها تبغى تهاجمني.
بس ما يعرف. وأنا أذكر أردد أقرأ قرآن، أردد، تدخل في البرئة تختفي، تدخل في الزاوية تخرج من الزاوية تختفي، بعدها بدور لها بحصلها يمين يسار ما حصلتها. بس دي دقيقة أستاذ، حشرات أحصلها في الذا ما أقتلها، لأن أنا عارف، عارف الوضع كذا. أقول لزوجتي خذيها وارميها برا. تقول لي زوجتي أول مرة يجي كذا، ليش يجي كذا؟ أقول لها ما أدري، أنا أقرأ قرآن. أنا الأمور دلوقتي. الأمور واضحة، الأمور اللي كانت مبهمة بدأت تتضح. أحسنت، بديت يا شيخ تذكرت وصيتك تقول أفعل أي برنامج علاجي يوصلك للهدف. فعلت برنامج علاجي، أرسله لي أحد الزملاء والأقارب اللي هو تأخذ قارورة ماء وتقرأ عليها 7 مرات الفاتحة، 7 مرات المعوذات، و7 مرات إيش آية الكرسي، وأي شيء تحفظه مثلا من المقاطع. نعم صح، نعم أقرأ فيه واشرب وصب على ذا ومسح في جسدك. والله يا شيخ كأنه طلع حريقة في جسدي، خاصة في الأرجولي من تحت. صح. تذكرت الآية يا نار كوني بردنا. نعم. فاستخدمت نفس الأداء الرقية مع إضافة هذه الآية، سبحان نعم. الله اختفى. عرفت أن الوضع وراه سبب، الحرارة هذه ما جت، ما جسمي يا رجل من هنا كل موقف. طيب خلاصة الكلام على أنك أنت صاحب تعطيل وإصابة خفية مررت على رقاة في ومشايخ في السعودية، بقت الحالة تزداد تعقيدا بعدم تشخيص صحيح وضوح رؤية في العلاج. لما جئت في الحصة الثانية اتضح بإذن الله تعالى على أن الجسد تحرك واضطرب واهتز برقية العين القوية جدا. بعدها أنا قلت لك أجزم على أن فيك علة إضافة إلى العين، أنت بنيت على هذا الكلام، اجتهدت مدة 2 سنين إلى الآن. بدأ نفس المقطع الذي به تحركت عندي في المركز هو نفسه كان سبب في أن يصعد فيك ما فيك من الجسد. طيب إذن وفي هذه 2 سنين حاضرت يعني أمور لا تخطر على بال، رؤية الحية وهذه الأشياء، الدبابي، هذه الأمور، حشرت إلى الأمور واضحة. تقول أنك عملت رقية البارحة ما تحركت، عند الدخول جسمك تشعر بشيء غريب في الجسد، تدري لما؟ لأن الذي فيك بمتابعتك للمقاطع ويعلم ما حصل قبل 2 سنين ذاكره تحتفظ بهذا فيعرف الاتصال، لأن عندهم طاقة وعندهم عقل. فإن شاء الله شوف، أنا بصراحة أنا دخلت من أجل فقط نسمع منك، لكن كلام كثير بقوله يمكن ينفعنا جدا. نعم. تتبعت حركة كنت تسويها أنت مع المحسودين وكذا، أكتم نفس نفس. نعم. والله العظيم سويت يا شيخ، يدي ارتفعت كذا وحدها نزلت. نعم. أقول أنا في حلم ولا في علم؟ إيش اللي حصل؟ هذا ما كان يحدث معايا، لا إله إلا الله. إيش اللي قدر يعني يحرك الجماد الصخر الحمد لله اللي فيه؟ تخيل أنا عمري دحين يمكن 37 سنة وأنا من ثالث ابتدائي معاناتي، يعني عمري دحين العمر هذا كله يعني زي ما تقول كان في جلد ومشقة وتعب، ولا واللي فيني يتحصن. نعم. كيف يتحصن؟ يعني أعين الناس، الحسد يتقوى، يتقوى ويبني له إيش؟ نعم. مساكن. نعم. ويبني له عشش، ويبني له حصون، ويبني له حصون، ويبني له قصور، ويبني له. وأنا يا غافل لك الله. نعم. أنا ما أدري، أنا حس ليش؟ لأني شاب أروح ده ألعب كورة، جاني رباط صليب وجاني خشونة في الركبة وأنا عمري 17-18 سنة. حتى يوقف كان الرياضة، وقفني على الرياضة، عطلني عن الزملاء. أنت تعرف عصب الحياة في المجتمع العربي. نعم. كرة القدم. نعم. حب الاختلاط. نعم. أنت ما عندك كرة قدم، كيف تختلط مع الشباب؟ أي نعم. تختلط معهم في التدخين، مخدرات، أنا ما هو الشيء. أي فهمت عليك. نعم. الشيء اللي كنت أحب أي شيء أفضل قراءة، أحب القراءة، أحب أقرأ. تذكر في 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 رقية للبنت اللي ما شاء الله، البنت مغربية أنت رقيتها، معلمة وهي تعلم أجيال حاجة كده. كنت تقول لها الحركة اللي أنت سويتيها وأنا أقرأ، قالت يا شيخ أنا سويتها لا إرادية، لا إرادية، أنا نفسها جاتني كده راسي لف. نعم خلاص أمور واضحة. قلت أنا كل ما الأموري تتضح
ولكن شو اسمه ادهن نفسي بزي الزيتون، زي الزيتون اللي معاك تخيل خلص اللي فهمت نعم نعم اللي فيه ريحه زكية جدا. نعم الاعشاب هذه تقريبا يمكن حركه الستيل. دقيقة خلاص دقيقة، اعطيها اسمعي دقيقة يلا. اشعلت الفتيل الأداء وعليها بنيت. نعم بنيت، ستأخذ زي الزيتون صحيح من أمريكا وأقرأ عليه. نعم. أقرأ عليه من قلبي، أدهن فيه وأشرب منه كمان. قسما بالله يا شيخ ستأطرش بكرامة شيء سائل شفاف مع خضار زي الزيتون. أصحى من النوم استفرق، ما هو ذاك الاستفراغ اللي تحس انه في اكل، لا 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 يمكن قد كده والاكثر من كده شويه. نعم بس سائل شفاف نقي، الحي اللي فيني خرجت، ادعت انها بتخرج خرجت ولكنها رجعت. ابشر لا لا لا. نتمم باذن الله تعالى. نعم في المنام ابغى ادف، ابغى يروح ما يروح ملازمني. ابشر هو صار شكله ضعيف، ابشر خرج تقوى ورجع صار شكله اسود وكبير. خلاص الامور، المهم الغايه كانوا يزيموا ما عندك شيء بين عين فقط وبين مس وهمي او مرض نفسي. اتضح الامور باذن الله، الان تجلت اكثر، فان شاء الله نشوف لكم بعد باذن الله. رفعت السكين حتى واحد من الشباب كان معلق قال سبحان الله اول مره رفعت السكين الشيء اللي فيني. نعم معك سكين انت جبريه نسميها نعم. رفعتها انا كنت مغمض وما ادري، ولا اله الا الله، مجرد ما رفعتها انت كذا طلعتها صرخت كانه يستشعر الذبح والسلخ. احسنت يستشعر الذبح والسلخ. احسنت يا رجال. وهذا لا يكون الا عند الحيات والافاعي. أيوة. وهذا سر خطير هذا. انت ما شاء الله انت فاهم ايش. وانا ما اشوفك ترى انا مغمض. وكيف صرخت كيف جاوبت معك؟ أيه صح. بس اللي فيني أنا أول ما يبدأ قرأ شيء يتحرك في العينين، شوه لي الوجهي، شوه لي شعري، تخلصت منه أي شيء أبغى أمتن بسرعة، ما أكل أكل بسيط أمتن. فيتامين دال عندي نزل. أبشر أمراض صحية. انتظرني إن شاء الله أتكلم مع الأخت إن شاء الله. خلاص أبشر أنا ممنون لك يا شيخ. لا هذا واجب، لا هذا واجب، هذا واجب، بس أكل دعاء.